واصل التحديات والانطلاقات المميزة. شوطنا التاسع يندفع بحفظ من الله وتوفيق، يحمل ايضا التحديات المميزة مباشرة. نسير الى المركز الاول والى الصدارة، الى عباب ذياب بن سالم بن محمد الاكتبيات على المركز الاول. انتقل الى المركز الثاني من الجانب الاخر، وصل ذيبان محمد بن عبد الله بن سيف المنصوري المركز الثاني. الوصول هناك بن شواهين عبد الرحمن بن مصبح بن سعيد الخاطري، بينما المركز الرابع وصل سمحان منصور بن احمد بن مسري المنصورياتي على المركز الرابع، وخامسا هناك مع سلهود سعيد بن سيف بن سعيد المشغوني، وسادسا هناك مع دبي عبد الله بن احمد بن رفيع الفلاسي. تواصل الكبار، وصل التاش عيلان بن بخيت بن عيلان السبوسي، وتحرك الجميع في معركة من معارك هذا التحدي الجميل في منافسة هذه النوعيات الفاخرة التي تسير ابو ظبي عبد العزيز بن علي بن سالم الربيعي المنصورية. غير 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 ما شاء الله، من اين اتيت يا عبد العزيز؟ هناك من ابناء الوثبة، من ابناء الميدان، في ميدانه، ما بين جماهيره، ما بين محبينه، ما بين الجماهير اللي علي يمين واللي على اليسار بشعاره الأورنجية الجميل المعروف، الفودة واللباس والاخطام والابداع الجميل. خلاص خلاص خلاص، والشوط أورنجي بعد. سلامي على هذا الأداء الجميل، أبناء الوثبة، أبناء العاصمة، أبناء الميدان، وإخوانه يتابعون متفاخرين متنوم سين فيها. الله يحط البركة فيهم وفي هذا الأداء الجميل. ما شاء الله، 400 متر الأخير أبو ظبي عبد العزيز بن علي بن سالم المنصوري. انتصر المنصوري، انتصر المنصوري، منطقة الانتصار، منطقة الفوز، منطقة الإبداع. طار، أبدع، أمتع، تميز، تألق، تعملق، طار بالناموس والزعفران في ختامي الوثبة، في ختامي الختاميات، بهذا الأداء التراثي، بنكهة التراث يطير الربيعي ويحاضن المركز الأول بكل لهفة واشتياق. تهانينا لمالك أبو ظبي عبد العزيز بن علي بن سالم الربيعي المنصوري. تهانينا والناموس. المركز الثاني عباب ذياب بن سالم بن محمد الكتبي. المركز الثالث كان حيان زايد بن علي بن عبيد الراشدي. المركز الرابع كان مع غزلان سلطان بن سعيد الراشدي سردون المنصوري. المركز الخامس كان مع الديجور حمد بن سعيد بن رخيط العامري. المركز السادس سادسا هناك كان سلهود سعيد بن سيف بن سعيد المشغولي. المركز السابع كان مع المركز السابع دبي عبد الله بن احمد بن رفيع الفراسي. المركز الثامن هنا الثامن والتاسع والعاشر مع لجنة خط النهاية المختصين لمثل هذه التدخلات الجماعية. إذا نعود إلى الربيعي من رابع المركز الأول وخاوه هنا بهذا الأداء الجميل. 3:16 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. هنا عبد العزيز بن علي بن سالم المنصوري هنا مع أبو ظبي، بينما المركز الثاني كان الأداء الجميل ب3:22:05. هنا كان عباب ذياب بن سالم بن محمد الكتبي. المركز الثالث 3:22:09 وأيضا أتاه اللي هو كان حيان زايد بن علي بن عبد الله أو زايد بن علي بن عبيد الراشدي من أتى بهذا الأداء الجميل والأداء المميز. هكذا
متابعينا الاعزاء شهدنا المنافسه الجميله والاداء